اللهم إنا نستعين بك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك أسلمنا، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن رسول الله.
لا إله
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الحمد لله الحمد لله الجواد الكريم الشكور الحليم أسبغ على عباده النعم ودفع عنهم النقم وهو البر الرحيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين الشائعات من وسائل الحروب والتخريب والتدمير قديما وحديثا وهي من أخطر الأسلحة ومن أقوى وسائل التدمير المعنوي والمادي للأفراد والمجتمعات والجماعات والشعوب والدول والشائعة هي نقل خبر مكذوب أو فيه جزء من الصحة فيضاف إليه ما ليس فيه وقد تكون الشائعة عبارة عن تهويل الأحداث وتضخيم الوقائع واختلاق الأخبار ونقلها بين الناس ونشرها بين أوساط المجتمع بقصد نشر الفوضى وإثارة الأحقاد وتفريق الصف أو الانتقام من شخص أو فئة أو جماعة وقد يكون سبب نشرها تحطيم الروح المعنوية وبث الرعب وزرع الخوف والشائعة عباد الله
لا تنتشر في أمة من الأمم إلا مزقتها وفرقت أبناءها وقضت على مقدراتها، ولا في مجتمع إلا أضعفته، ولا في بيت إلا دمرته. بسببها دمرت الحياة الزوجية، وبسببها حلت البغضاء والشحناء والعداوات بين الناس، وبسببها سفكت الدماء وانتهكت الأعراض وقامت الحروب وهزمت الجيوش وتوقف الإنتاج وشاع الظلم وذهب الأمن وتفككت روابط المجتمع وضعفت الثقة بين أفراده، وهي مصدر قلق للإنسان، وقد تكون من أسباب تعاسته وشقائه. تنتشر الشائعة عباد الله بين الناس بسرعة مذهلة، ويتناقلونها دون تفكير أو روية. خطرها كبير وآثارها مدمرة، لذلك وقف الإسلام منها موقفاً قوياً وحاسماً، فحذر منها وبين آثارها، وأمر بحفظ اللسان، ونهى المسلم عن الكذب وقول الزور، وحذر من الغيبة والنميمة والقيل والقال، وأمر بالتثبت من الأقوال والأخبار وعدم التسرع في نشرها، بل شرع الحدود التي تحفظ للإنسان دمه وماله وعرضه، ورتب على ذلك كله بما أعده الله لعباده في الدار الآخرة من أجر وثواب أو من حساب وعقاب. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا شك أن استشعار أمانة الكلمة وأن المرء مسؤول عنها من أهم دوافع التثبت والتحرز قبل نقل أي حديث أو معلومة. يقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ويقول: إن أرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. أيها المؤمنون، الشائعات في المجتمع المسلم تعتبر سلاح المرجفين وبضاعة المفلسين وسلوك المنافقين، وهي حرب قديمة. فهذا نوح عليه السلام اتهم بإشاعة من قومه بأنه يريد أن يتفضل عليهم، أي يتزعم ويتأمر، ثم يشاع عنه أنه ضال: إنا لنراك في ضلال مبين. وثالثة يشاع عنه الجنون، وقالوا: مجنون وازدجر. وهذا نبي الله هود عليه السلام يشاع عنه الطيش والخفة، كما قال تعالى: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وهذا موسى عليه السلام يحمل دعوة ربه إلى فرعون وملئه وقومه، فيملأ فرعون سماء مصر ويسمم الأجواء من حوله بما يطلق عليه من شائعات: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. وهذا عيسى عليه السلام تشكك الشائعات المغرضة فيه وفي أمه الصديقة: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. ويوسف عليه السلام نموذج من نماذج الطهر والنقاء
ضد الشائعات المورضة التي تمس العرض والشرف، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعرض لحرب الشائعات في دينه وشخصه وعرضه، فقالوا عنه شاعر وكاهن وساحر ومجنون، وأشاعوا بين العرب هذه الأوصاف، ونشروا أتباعهم في الطرقات يصدون الناس عن دين الله وينفقون الأموال. وفي المدينة المنورة تزعم المنافقون بث الشائعات والطعن في الدين وتفريق الصف المسلم وتخذيله وإضعافه، بل فعلوا أكثر من ذلك وأشاعوا حادثة الإفك والطعن في عرض السيدة الطاهرة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأحب النساء إلى رسول الله، حتى تكفل الله تعالى ببراءتها في آيات تتلى إلى يوم القيامة. قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ويكفي من مكانة الصديقة عائشة رضي الله عنها أن الله لما ذكر مقالة الناس فيها سبح نفسه جل وعلا فقال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وهكذا في كل زمان ومكان تجد أن الشائعة واختلاق الأكاذيب ونقل الأخبار غير الصحيحة وتصوير الأموال على غير حقيقتها أصبح سلوكاً يتصف أصحابه بالضعف وخبث النفس وقلة الحياء وانعدام المروءة وخساسة الهمة ولؤم الطباع. يقول تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وفي معركة أحد عندما أشاع الكفار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل ضعفت الروح المعنوية للمسلمين، حتى إن بعضهم ألقى السلاح وترك القتال. وفي حمراء الأسد بعد غزوة أحد مباشرة تأتي الشائعة أن قريشاً قد أعدت جيشاً عظيماً لمهاجمة المدينة واستئصال الإسلام وأهله، فثبت المسلمون بإيمانهم وثقتهم بربهم سبحانه الذي صور هذا الموقف فقال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. عباد الله، وإذا كانت الشائعة قديما تنتشر وتأتي بمفعولها وتصل إلى أعداد من الناس بعد فترات طويلة وتتأثر بالبيئة والمكان وأعداد الناس الذين سمعوها وتناقلوها، فإن الشائعات اليوم مع الأسف الشديد تنتشر بسرعة فائقة تفوق سرعة الصوت وسرعة الضوء، ويكون انتشارها على مدى واسع وفي وقت قياسي، وذلك بسبب اتصالات الحديثة وشبكة الإنترنت وشبكة الهاتف الجوال والقنوات الفضائية والصحف والمجلات. وكم من أخبار كاذبة ومعلومات خاطئة واتهامات باطلة وشائعات مغرضة تنشر في هذه الوسائل ضد أفراد أو مجتمعات أو جماعات أو شعوب أو دول، ومع ذلك تجد الكثير لا يتثبت ولا يتحرى الصدق ولا يتأنى ولا يخاف الله عز وجل، بل يشارك في نقلها ولا يدرك أن ناقل الكذب والمروج له سواء علم أو شك أنه كذب أو أذاعه من دون تثبت ولا تمحيص
هو أحد الكاذبين، لأنه معين على الشر والعدوان، ناشر للإثم والظلم. يقول صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا، وذلك لنشره للأخبار دون تثبت أو فحص وتأكد، ودون مراعاة للمصالح والمفاسد من وراء ذلك، بل هو الخوض في أعراض الناس ودمائهم وأموالهم، وتحريض عليهم، والذي سيندم أصحابه يوم القيامة وهم يسألون عن سبب وجودهم في النار، فيجيبون كما أخبر الله: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، أي الذين يريدون للأطهار البراء المشقة والفساد وتلطيخ السمعة والحال. أيها المؤمنون، ينبغي أن ندرك خطورة الشائعات ونقل الكلام دون تثبت في تدمير العلاقات وتأجيج الخلافات وافتعال الأزمات، بل يتعدى خطرها إلى حياة المجتمعات والشعوب والأوطان، وعلى إثرها قد تتعطل المصالح وتفسد الحياة. وعلى المسلم أن يحسن الظن بإخوانه، وأن لا يتحدث بكل ما سمعه ولا ينشره، فإن المسلمين لو لم يتكلموا بمثل هذه الشائعات لماتت في مهدها ولم تجد من يحييها. وقد تكون بعض الشائعات حقائق أو أخطاء وقع فيها أفراد أو مجتمع أو مؤسسات، وهنا يظهر المسلم الحق الذي ينظر إلى المصالح والمفاسد والخير والشر، ويرد الأمر ويسأل عنه أصحاب الرأي والمشورة والحكمة والإيمان والتقوى. يقول تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وعلى المسلم أن يوثق صلته بربه عز وجل، فيدرك أنه ما من شيء يقع في الأرض ولا في السماء إلا بأمره وإرادته، فهو يأوي إلى ركن عظيم، فلا ترهبه الشائعات، ولا تخيفه الأقاويل، ولا تضعفه الأكاذيب والافتراءات. وعلى المسلم أن يتذكر موقفه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، عندما يفصل بين العباد ويقتص للمظلوم من الظالم، وأي ظلم أعظم من افتراء الكذب على الناس ونقله من مكان لآخر. يقول تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فاللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا سميع الدعاء، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، نحمد الله تبارك وتعالى على أن مد في أعمارنا وأنعم علينا حتى أظلنا شهر شعبان، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا بفضله وكرمه شهر رمضان وشهر شعبان من الأشهر القليلة التي يهتم بها المسلمون الآن. أما سلفنا الصالح رحمة الله عليهم فكانوا يهتمون به بصومه
والإكثار من الصدقة والذكر وقراءة القرآن فيه وغير ذلك من العبادات والطاعات المشروعة، ليحصل التأهب والاستعداد لتلقي رمضان، وترتاض وتتعود النفوس بذلك على طاعة الرحمن. فينبغي للمسلم شكرًا لنعمة الله عليه اغتنام هذه الأيام الفاضلة والأوقات الشريفة بالأعمال الصالحة، وأن يضع في ميزان أعماله اليوم ما يسره أن يراه فيه غدا مخلصًا لله تبارك وتعالى، متأسيًا فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان من هديه الإكثار من الصيام في هذا الشهر. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلًا، بل كان يصومه كله. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم تطوعًا في شعبان وغيره، وكان صيامه في شعبان أكثر من أي شهر في العام خلاف رمضان طبعًا، بل إنه في بعض السنوات كان يصوم شعبان كله. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يصوم من السنة شهرًا تامًا يُعلم إلا شعبان يصل به رمضان. وقد ذكر بعض أهل العلم الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان، حيث ورد على لسان أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهرٌ يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهرٌ ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فينبغي للمسلم ويستحب في حق من يطيق ويستطيع الصيام أن يبادر باغتنام هذه الأيام الفاضلة. أيها المسلمون، شهر شعبان شهر عظيم، فيه يوم فيه مزية على كل أيام العام، وهو ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان صحت فيها فضيلة ولم تصح فيها فضائل أخرى، ذكرت في كتب السير ونقلت في كتب الحديث وفي كتب الفقه، لكن الثابت والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما ذكر المحققون من أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لخلقه جميعًا إلا لمشرك أو مشاحن. إن الشرك والشحناء والبغضاء يا عباد الله التي قد ترد على القلوب وقد تصل إلى الجوارح والأفعال والألسنة يجب نبذها وتركها والحذر منها والتوبة منها، حتى لا نكون محرومين من هذا الفضل والأجر والثواب. فأيكم يحب أن يكون من المحرومين ولا يرضى لنفسه أن يكون من المرحومين؟ من رضي لنفسه الحرمان فهو شقي، ومن نبذ ذلك من نفسه راضياً مرضياً وهادياً مهدياً وقاضياً بعظيم الرجاء وبكثير الرغبة بما عند الله من الثواب فله الرحمة وله الرضا. فالشرك بالله من محبطات الأعمال، يقول تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين، ويقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً. والحقد والبغضاء عباد الله من أعمال الجاهلية، فقلب المسلم ونفسه لا تعرف الحقد والشحناء والبغضاء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن مخموم القلب هو الذي لا حقد ولا غل ولا غش فيه. نسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح واستغلال الأوقات فيما يرضيه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا، وأحسن أعمالنا وأقوالنا ونياتنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آمنا في وطننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا ملكنا حمد بن عيسى، ورئيس وزرائه خليفة بن سلمان، وولي عهده سلمان بن حمد. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وسدد على طريق الخير خطاهم، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد الحرمين الشريفين وخليجنا وأمننا بسوء وشر وفتنة، فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل اللهم تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم كل إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان كلهم ناصرا ومؤيدا. اللهم أصلح أحوالهم في فلسطين وفي بلاد الشام وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم فرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا، ومن كان منهم معذبا ملهوفا فأبدل حزنه فرحا وسرورا. وارحمنا يا مولانا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، ويغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، اعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، هذوا بين المناكب والأقدام، وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد.
الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يوم العرض عليك ذل مقامنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على نبينا محمد المصطفى المختار اللهم صل عليه ما زخرت النجوم اللهم إنا نستعين بك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونترك ونخلع من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك أسلمنا اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم وارحم يوم العرض أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض تحدثونهم بما
فتح الله عليكم. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين، الأمنية والأماني هاجس لا ينفك عن النفس البشرية، فما من عبد إلا وقد طاف في خياله ألوان من الأماني. وكما ينشد المرء في دنياه لطموحات، كذلك يتطلع في أخراه لأمنيات. ومن أعظم الأماني الأخروية التي تتوق لها الأرواح وتطير لها القلوب فرحا، مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جنات النعيم. تلك الأمنية التي تصغر دونها كل أمنية، والغاية التي تتضاءل بعدها كل غاية.
مرافقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الآخرة نهاية تمتد نحوها الأعناق، وعيش تهفو له القلوب والأشواق. إنها ليست مرافقة حاكم أو أمير أو وزير أو حسيب ووجيه، إنها مرافقة لا يعكرها إذلال ولا يكدرها زوال، بل هي مرافقة سرمدية دائمة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فيا سعادة من حازها، ويا هناء من نالها، ذو حظ عظيم من كان رفيقا للنبي الكريم في جنات النعيم، ذو حظ عظيم من كان جليسه صفي الله وحبيبه ونبيه وخليله، ذو حظ عظيم من كان نديمه سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول من تفتح له أبواب الجنة. مرافقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة أمنية دعا بها وطلبها الصالحون وسعى لها العاملون. كم ترقرقت لأجلها الدموع على المحاجر، وكم تلجلجت طلباً لها الدعوات في الحناجر. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وقد أسدد الليل سدوله، فيرى صاحبه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واقفاً يناجي ربه، فإذا هو يسمع من دعائه: اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتد، ونعيماً لا ينفد، ومرافقة محمد في أعلى جنان الخلد. يا طلاب الجنة، الجنة منازل ودرجات بحسب أعمال أهلها وسعيهم، كما قال سبحانه: ولكل درجات مما عملوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنانها في جنة الفردوس تحت العرش، تحت عرش الرحمن. فمن رافقه نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم فإنما هو يتنعم مع نعيم مرافقيه بنعيم جنة الفردوس، والتي منها تفجر أنهار الجنة الأربعة. يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، من منا لا يتمنى مرافقته؟ من منا لا يتمنى أن يكحل عينيه برؤية خير البشر في جنات ونهر؟ لكن الأماني وحدها بلا عمل إفلاس، وما نيل المطالب بالتمني. فيا من تاقت نفسه بمرافقة خير الورى، ويا من منى نفسه بالجلوس مع خير من وطئ الثرى، أبشر أخي، فالطريق سهل والسبيل ميسور، فأعمال صالحات وخصال وقربات يصل بها المرء إلى هذه المنزلة الغالية والمحلة العالية. فاستمسك بها وداوم عليها، وإنها ليسيرة والله على من يسرها الله عليه. أيها الإخوة والأخوات في الله، ومن الأعمال التي يدرك بها العبد مرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة: محبته بأبي هو وأمي، محبته محبة صادقة من القلب. ها هو رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من السابقين الأولين، ولا من أهل المواقف المذكورة، ولا من أهل التحنث والعبادة، بل هو من عامة الناس، لكن له قلب يخفق بحب رسول الله. لقي هذا الرجل رسول الله عند سدة المسجد، أي ظلال باب المسجد، فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟
فكأن الرجل استكان أي ذل وخضع، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. وكانت هذه العبارة أنت مع من أحببت كالبشرى زفت للصحابة رضي الله عنهم، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وصحبة رسول الله محمد شاملة لمحبة ذاته ومحبة شريعته وسنته وهديه وأمره، مع بغض نهيه وبغض كل شيء أبغضه أو تبرأ منه. فالمحبة ليست شعوراً داخلياً ميالاً منفكاً عن القول والعمل. والله الذي لا إله غيره ما أحب رسول الله من ناكف أو عادى شرعه واستهزأ بدينه واستخف بهديه وسنته، ما صدق في حب رسول الله من كان بارداً في شعوره لا يغار على سنته حين تنتهك ولا من هديه حين يسفه. المحبة الصادقة لها علامات وبراهين تدل عليها، وعلامة محبة رسول الله اتباعه وطاعته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فيا كل محب لرسول الله ويرجو مرافقته هناك، اعلم وفقك الله لكل خير أن طاعة الرسول هي جامع الأعمال لإدراك هذا المنال. يقول الله سبحانه واعدا ومؤكدا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يقول أهل التفسير: أي يجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة، وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون. أيها المؤمنون، مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة تزف إلى كل عامل جعل لسانه لهاجاً بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قد ترطب لسانه بكثرة الصلاة عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وفي رواية: فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني مجلسا. ويوم الجمعة، ويوم الجمعة فرصة عظيمة لنجزيه صلى الله عليه وسلم ولو باليسير من حقه، فننعم بقربه بالصلاة عليه بأبيه وأمي. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. أيها المسلمون، ومن الأعمال الصالحات التي وعد أهلها بمرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة كثرة السجود، كثرة السجود لله رب العالمين، الإكثار من السجود في صلاة النوافل وفي سجود الشكر أو في سجود التلاوة. يقول صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يحدثنا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه عن هذا الوعد الصادق فيقول: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل يا ربيعة. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. عباد الله، ومن الأعمال الجليلة
التي وعد أهلها بمرافقة النبي محمد في الجنة كفالة اليتيم. فيا أيها المشتاق لمرافقة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، إلزم كفالة الأيتام، امسح على رؤوسهم، كفكف دموعهم، تولى كل شؤونهم وأمورهم، وانتظر وعد نبيك وحبيبك حين قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. وقال: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. ومعنى له أو لغيره أي سواء كان اليتيم قريبا منه كالجد مثلا يكفل حفيده، أو الأخي يكفل أخاه، أو كان لا قرابة بينه وبين اليتيم، فإنه يحوز هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. أيها المؤمنون والمؤمنات، وأحق الناس بمرافقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هم أولئك القوم الذين حسنت أخلاقهم وطاب سلوكهم، فتبوأوا من القلوب محلا ومن الجنات نزلا. يحدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الفضل فيقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي المقابل: إذا ساء خلق المرء وقبح سلوكه كان بعيدا عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة، يقول عليه الصلاة والسلام: وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. يقول أهل العلم: والمتشدق هو الذي يتطاول على الناس في الكلام، أو هو الذي يتكلم بملء شدقيه تكبراً وتبخترًا واختيالًا. عباد الله، ومن أسباب مرافقة سيد المرسلين في أعلى الجنان رعاية البنات والأخوات وتربيتهن والإحسان إليهن. فديننا قد جعل للأنثى من الفضائل والأجر ما ليس للذكر، وكلاهما هبة من الله تبارك وتعالى. وفي محكم التنزيل قدم سبحانه هبة الإناث فقال: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال بعض السلف: البنوة نعمة والبنات حسنات، والله يحاسب على النعمة ويجازي على الحسنات. فيا عائلا للبنات، أبشر بصحبة المصطفى المختار، واستبشر بالجنة دار الأبرار، وابتهج بحجاب من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم بين أصابعه. وفي رواية: من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يمتن أو يموت عنهن كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. والرعاية عباد الله أوسع من مجرد الإنفاق. الرعاية تربية وعناية، الرعاية تعني استصلاحها بالإيمان وغرس التقوى في قلبها وتهذيبها على الأخلاق من الحياء والحشمة والستر. الرعاية تعني مجافاة مسالك الانحراف عن البنت وسد أبواب الشر عنها وملأ وقت فراغها بالنافع المفيد. الرعاية تعني حفظها وصيانتها حيية كريمة في بيت والدها أولا، ثم اختيار الزوج الصالح لها ثانيا، صاحب الدين والأمانة والخلق لتعيش معه بقية حياتها. وفي محكم التنزيل أمرنا الله تعالى بالعمل على تربية وتعليم الأهل والأولاد والبنات واستخلاصهم وإنقاذهم من نار تلظى، فقال:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وعملا صالحا لا يرد ومرافقة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد يا سميع الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لا شك أن درجة الأنبياء في الجنة هي أرفع الدرجات ومنزلتهم أعلى المنازل. والصحابة رضوان الله عليهم لما عرفوا هذه الحقيقة واستشعروا أن تلك المنازل العالية لا يستحقها غير الأنبياء خافوا أن يكون علو درجته صلى الله عليه وسلم سبباً مانعاً من رؤيته ومجاورته، وهو حبيبهم وأنيسهم والذي لا يستطيعون أن يفارقوه لحظة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني لا أحب إلي، والله إنك لا أحب إلي من نفسي، وإنك لا أحب إلي من أهلي ومالي، وأحب إلي من ولدي، وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقرأها عليه الصلاة والسلام على الرجل فسر بها. ومعنى قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، إنه معهم في دار واحدة ونعيم واحد، يستمتع برؤيتهم والحضور معهم، وهذا عام، فلا يخص عصرا دون عصر ولا جيلا دون جيل. فمن أطاع الله ورسوله الطاعة التامة امتثالا واجتنابا فسوف يكون بفضل الله ومنه وكرمه مجاوراً ورفيقاً للذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. وعد الله لا يخلف الله وعده، والله ليجمعن الله بين المؤمنين الصادقين وبين نبيهم صلى الله عليه وسلم عند حوضه. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة مع أصحابه يوماً فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا، أي رأيناهم في الحياة الدنيا. فقال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يوم القيامة يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم، أي أتقدمهم على الحوض. نعم عباد الله، وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة، وهي الوضوء الذي كرروه
على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضات الله وطلباً لثوابه، فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة من النور الذي يكون في وجوههم وأيديهم وأطرافهم. وهنا عباد الله، قد يسأل سائل فيقول: هل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم تعني مجاورته في نفس المنزلة؟ فالجواب لا، فنبينا صلى الله عليه وسلم قد بيَّن ذلك في حديث آخر فقال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فتلك منزلة ليست لأحد غيره صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد هنا أن يكون في مرتبة قريبة منه، فينعم برؤيته صلى الله عليه وسلم ويسعد بقربه. رزقني الله وإياكم قربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأولى والآخرة، وأعاننا على اتباع سنته وهديه، إنه هو البر الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم عليه كما بلَّغ رسالتك، ونصح لعبادك، وتلا آياتك، وأقام حدودك، ووفى بعهدك، وأنفذ حكمك، وأمر بطاعتك، ونهى عن معصيتك، ووالى أولياءك الذين تحب أن يواليهم، وعادى أعداءك الذين تحب أن يعاديهم. اللهم أبلغهم منا السلام كلما ذكر السلام، والسلام على النبي الحبيب الرحيم الكريم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمن به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وتريدنا حوضه، وتجعلنا من رفقائه، من المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك محمد، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك وحب رسولك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا صحيحا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا، وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ملكنا حمد بن عيسى، ورئيس وزرائه خليفة بن سلمان، وولي عهده سلمان بن حمد. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وسدد على طريق الخير خطاهم، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم كن لإخواني المستضعفين المظلومين المضطهدين في كل مكان، اللهم كن لهم في فلسطين وفي بلاد الشام وفي اليمن وفي كل مكان، كن لهم ناصرا ومؤيدا، ولا تجعل لعدو ولا طاغية عليهم سبيلا. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واغض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، ويغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا
إله إلا الله. اللهم ارحمنا وارحم أقوامنا بين يدينا. استووا اعتدلوا حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج وأتموا الصفوف الأول فالأول وأقبلوا على ربكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد المصطفى المختار. اللهم صل عليه ما زخرت النجوم وتلاحمت الغيوم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يفجرك اللهم إياك نعبد. اللهم إنا نستعين بك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك،
إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك أسلمنا، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نستعين بك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن
بلادنا لا تقوى على عذابك. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا من لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويا من يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، جئناك طامعين في جنتك ورضوانك، خائفين مستعيذين من نيرانك. اللهم فآتنا سؤلنا ولا تردنا خائبين، ولا عن جنابك مطرودين، فإن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نستعين بك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا، وعليك توكلنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم.
اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم باعد بيننا وبين الرياء كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم تقبل منا الصيام والصلاة وسائر الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، من على من شاء من عباده بهدايتهم للإيمان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والجلال والعظمة والسلطان. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث إلى كافة الإنس والجان، فبلغ رسالة ربه وبين غاية البيان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى نشروا العدل والأمن والإيمان، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله رحمكم الله. كيف يأنس بالدنيا مفارقها، وكيف يأمن النار واردها، وأين الحزم والمبادرة ممن يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره. العمر يقود إلى الأجل، والحياة تقود إلى الموت، ودقات قلب المرء وأنفاسه هي الطريق إلى المصير، والبقاء في الدنيا سبيل الفناء. فاتقوا الله رحمكم الله،
وكونوا ممن بادر الأعمار واستدركها وجاهد النفس حتى ملكها وعرف سبيل التقوى فسلكها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. معاشر المسلمين، إن مما يصلح القلوب ويزكي الأعمال ويوجب الحياء من رب العزة والجلال ويثمر التوبة والإنابة إلى الله تذكر نعم الله على عباده والخلق عامة ونعم الله على الفرد خاصة. وقد أمر الله عز وجل عباده بتذكر النعم في كل وقت وحين ليشكروه عليها ويوفوا حقوقها لتدوم عليهم ويزدادوا من خزائن جود ربهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأعظم النعم وأجلها الإيمان بالله الذي يكرم الله به الإنسان في الدنيا والآخرة. يقول تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ومن أعظم نعم الله علينا بعد نعمة الإيمان نعمة الأمن والطمأنينة في الأوطان والديار. الأمن على الدين، فلا يخاف المسلم الفتنة على دينه، يعبد الله لا يشرك به شيئا ولا يصد عن ذلك. والأمن على عرضه، فلا يخاف الاعتداء عليه ولا على دمه. والأمن على ماله، فلا يخاف ضياعه. والأمن في حله وترحاله. ذلك الأمن يجب علينا أن نشكر الله عليه وأن نعبده ونجتنب معاصيه. ولهذا يمتن الله تعالى على أهل مكة حيث جعلها بلدا حراما آمنا يأمن الناس فيها. يقول عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويقول سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الأمن: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في بيته وفي وطنه، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيها الإخوة والأخوات في الله، الأمن تصلح به الحياة وتزدهر. الأمن تبسط معه الآمال وتتيسر معه الأرزاق وتزيد معه التجارات. الأمن تتقدم معه التنمية. الأمن ينتشر معه العلم والتعليم. الأمن يعز فيه الدين والعدل ويظهر فيه الأخيار على الأشرار. الأمن سبب من أسباب الاستقرار. بالأمن توظف الأموال في كل مشروع نافع للفرد والمجتمع وتتوفر فرص العمل للجميع. بالأمن تحقن الدماء وتصان الأموال والأعراض. وبالأمن تنام العيون وتطمئن في المضاجع. بالأمن عباد الله يتنعم الكبير والصغير والإنسان والحيوان. قيل لحكيم: أين تجد السرور؟ قال: في الأمن، فإني وجدت الخائف لا عيش له. أيها المؤمنون، الأمن نعمة من نعم الله العظيمة وآلائه الكبيرة. لا تصلح الحياة إلا به، ولا يطيب العيش إلا باستتبابه.
ولذلك جعله الله من نعيم أهل الجنة الدائم، قال تعالى: ادخلوها بسلام آمنين، وقال سبحانه: وهم في الغرفات آمنون. وضد الأمن الخوف الذي تضيع به الدماء والأموال ويضعف الدين، وتتقطع في الخوف السبل والتجارات، وتتعطل المصالح، وتتعطل التنمية، ويسطو الأشرار والفجار، وتنتشر الفوضى، ويختفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، وتتراجع الأموال، وتقسو الحياة. وبالجملة عباد الله، الخوف يشل الحياة كلها ويدمرها. أيها الإخوة الأحبة، لقد جمعت شريعة الإسلام المحاسن كلها، فصانت الدين، وحفظت العقول، وطهرت الأموال، وصانت الأعراض، وأمنت النفوس، أمرت المسلم بإلقاء كلمة السلام والأمن والرحمة والإطمئنان على أخيه المسلم، إشارة منها لنشر الأمن بين الناس، وأوجبت حفظ النفس، وحذرت من إظهار أسباب الروع بين صفوف المسلمين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وحرمت الشريعة عليه الإشارة على أخيه بالسلاح ولو كان مازحا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. يقول أهل العلم: هذه مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد، سواء من يتهم ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلاً ولعبا أم لا، لأن ترويع المسلم حرام بكل حال. وقد دعا الإسلام إلى كل عمل يبعث على الإطمئنان بين صفوف أفراده، وأمر بإخفاء أسباب الفزع في المجتمع، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وما شرعت الحدود العادلة الحازمة في الإسلام على تنوعها إلا لتحقيق الأمن في المجتمعات، وإذا اختل الأمن تبدل الحال، ولم يهنأ أحد براحة بال، فيلحق الناس الفزع في عباداتهم، ويمنع المسلم من إظهار شعائر دينه، وينضب وصول الخير إلى الآخرين، وينقطع تحصيل العلم، ولا توصل الأرحام، ويئن المريض فلا طبيب ولا دواء، وتختل المعايش، وتهجر الديار، وتفارق الأوطان، وتتفرق الأسر، وتنقض العهود والمواثيق، وتبور التجارة، ويتعسر طلب الرزق، وتبدل طباع الخلق. فإذا سلبت نعمة الأمن والعياذ بالله، فشى الجهل، وشاع الظلم، وسلبت الممتلكات، وأكل القوي الضعيف. وإذا حل الخوف أذيق المجتمع لباس الفقر والجوع، كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال الإمام القرطبي رحمه الله: سمى الله الجوع والخوف لباسا، لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس. أيها المسلمون، نعمة الأمن من نعم الله حقا، حقيق بأن تذكر ويذكر بها في كل وقت وحين، وأن يحافظ عليها. يقول سبحانه: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ولعلكم تشكرون. ونعمة الأمن عباد الله تقابل بالذكر والشكر،
فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والمعاصي والأمن لا يجتمعان، فالذنوب مزيلة للنعم وبها تحل النقم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فشكر الإله يزيل النقم. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: قلما قوم نزعوا نعمة الله ورجعت إليهم، فاحذروا ذلك رحمكم الله. أيها المسلمون، إذا فكرنا في حالنا ونظرنا إلى وضعنا في هذه البلاد وما نحن فيه من هذه النعمة العظيمة، ورأينا أنفسنا ونحن نعيش هذا الأمن العظيم الذي يخرج فيه المرء منا ليقطع شمال هذه البلاد إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها آمناً مطمئناً، لا يخشى ولا يخاف إلا الله ولا يحمل سلاحاً معه، فالبلد ولله الحمد في خير ونعمة وفضل، يحتاج العباد فيه إلى أن يشكروا الله على هذه النعم بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وأن يحافظوا على هذه النعم والسلم الأهلي قدر ما يمكنهم، وأن يعلم كل فرد أنه مسؤول عن هذه النعم والحرص عليها بقدر إمكانه. ولو نظرنا إلى ما حولنا من البلاد وما نشاهده عبر هذه القنوات الفضائية ووسائل التواصل من تحريض وخراب وفساد وقتل ودمار وعدم أمن وعدم استقرار، حتى وصل الأمر في بعض البلدان أن لا يخرج فيها الناس إلى المساجد لأداء الصلوات، لو نظرنا إلى كل هذا لحمدنا الله تعالى على هذه النعمة العظيمة التي نسأل الله أن يديمها علينا وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا ويحفظ ولاة أمورنا ولا يغير علينا. ونسأله تعالى أن يعين إخواننا المسؤولين عن أمن البلاد ورجال الأمن المخلصين ورجال قوة الدفاع البواسل، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الثغور الذين يسهرون على أمننا وسلامتنا وحفظ مصالحنا بعد حفظ الله عز وجل. ونسأله سبحانه أن يوفقهم لما يحب ويرضى، فبارك الله فيهم وفي جهودهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالأمن أيها الأحبة مطلب في الحياة لا يستغني عنه العباد لحفظ المصالح الدينية والدنيوية، وما من عبد إلا ويبحث لنفسه عن أسباب أمنها. ومهما أوتي الإنسان من سلامة بدن ووفرة رزق فإنه لا يشعر بقيمتها إلا بالأمن والاستقرار. نسأل الله عز وجل أن يمن على الجميع بالتوبة النصوح والاستقامة على الخير، وأن يحفظ مجتمعنا ومجتمعات المسلمين من كل بلاء وفتنة، وأن يبقي علينا ديننا وأمننا وقيادتنا على الخير والهدى، إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من حق بلادنا البحرين علينا أن نقدر هذه الخيرات والمكتسبات والمنجزات والإصلاحات التي تحققت بفضل الله، خصوصاً في هذا العهد الزاهر، عهد جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه، ونسعى للمحافظة عليها والحرص على زيادتها والسعي لمزيد من الإصلاح فيها وشكر الله عليها، كما قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المؤمنون، من حق بلادنا البحرين علينا أن نسعى لتحقيق مصالحها وندرء الشر والفساد عنها وننشر الأمن والاستقرار في ربوعها، ونحرص على وحدة كلمتها وصفوفها وشرائحها وطوائفها. من حقها علينا أن نسعى لرفعة شأنها في شتى الميادين، وأن نتعاون في مواصلة بناء صرحها الشامخ بإخلاص وهمة عالية. ومن حقها علينا أن نتحلى بأفضل الأخلاق وأحسنها في داخلها وفي خارجها، حتى نعكس صورة جميلة عن هذا الوطن الحبيب الطيب في أذهان من نلتقي بهم في داخله وخارجه. ومن حق هذه البلاد علينا أن نتصدى لكل من يسعى في إفسادها أو يتآمر عليها من أولئك الذين يسعون في الأرض فساداً وخراباً ودمراً، وعلينا أن نتصدى لكل من يريد شق الصفوف وإثارة الفتن والإخلال بالأمن والاستقرار بكل ما أوتينا من قوة البنان أو البيان، وأن ندافع عنها ونذود عن حماها بالغالي والنفيس بالكلمة والفعل في كل ميدان. وهذه هي الأمانة العظيمة التي يجب علينا أن نؤديها بإخلاص. عباد الله، إن قيمنا الإسلامية وتعاليمنا القرآنية تحثنا على العمل بإخلاص لتحقيق أمن الوطن واستقراره ورخائه وتقدمه ورقيه، فإن خدمة البلاد والعباد نوع من أنواع العبادة العامة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه ومولاه. وإننا اليوم أحوج ما نكون إلى أن نتسامح ونتصالح ونتصافح ونتناصح، ونفتح صفحة جديدة ملؤها الحب والوفاء والإخلاص للجميع، ونضع أيدينا في يد كل مخلص غيور على هذا الوطن، ونلتف جميعا حول قيادته العزيزة لنقطع الطريق أمام كل حاقد أو طامع أو معتد، ونقف سدا منيعا وصفا واحدا قويا أمام تحديات الداخل والخارج. ولذلك فإننا ندعو الجميع كلا من واقع مسؤوليته إلى الحفاظ على أمن البلد واستقراره، والدفع باتجاه التنمية والتطوير والتحضر، وعدم الوقوف حجر عثرة أمام هذا المشروع الإصلاحي الكبير الذي أرساه جلالة الملك حفظه الله، والذي توافقت وأجمعت عليه كافة الأطياف. ونخص بالذكر علماء الدين والخطباء والوعاظ والأئمة والسياسيين والمثقفين والمفكرين والكتاب والصحفيين ونواب الشعب والقائمين على الجمعيات والمؤسسات والباحثين، إذ ندعوهم جميعاً إلى القيام بواجباتهم تجاه الوطن والمجتمع، ومواصلة النصح والإرشاد والإصلاح بالحكمة والموعظة الحسنة، والعمل على ترشيد الخطاب الديني ونبذ الطائفية والإرهاب والعنف، وتحكيم الشرع والعقل، وتصحيح الفكر الخاطئ لدى بعض الفئات التي يسوقها الحماس المندفع من شباب الوطن إلى طريق مسدود ليست في صالح أحد، وهي ليست من الدين في شيء، ولا هي في صالح الوطن ولا المواطن،
حيث إن مهمة العقلاء والحكماء في تصحيح مسار الشباب يرتكز على ضرورة تحقيق قاعدة اجتماع الكلمة ووحدة الصف وترسيخ ثقافة التعايش السلمي والحوار وتأكيد مبدأ الاحترام المتبادل بين الحاكم والمحكوم وما دعا إليه الدين الحنيف من طاعة ولاة الأمر في المعروف وصولاً إلى مجتمع تسوده روح المحبة والإخاء وينعم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء والوحدة. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ألف بين قلوبنا رعاة ورعية ووحد كلمتنا وصفوفنا واحفظ علينا مودتنا وأخوتنا وطهر قلوبنا من الحقد والحسد والبغضاء وجنبنا الخلاف والنزاع والشقاق والخصام واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في وطننا واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا، وفق ملكنا حمد بن عيسى ورئيس وزرائه خليفة بن سلمان وولي أهله سلمان بن حمد، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا البحرين وبلاد الحرمين الشريفين وخليجنا ورجال أمننا وجيوشنا، واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نستودعك وطننا وخليجنا وجنودنا البواسل المرابطين الذين يحاربون الآن عدوك وعدوهم، اللهم احفظهم برا وبحرا وجوا، وانصرهم على الطاغين الباغين المعتدين. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وأنزل سكينتك عليهم وأعدهم إلى وطنهم وأهلهم سالمين غانمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كن للمستضعفين المظلومين ناصرهم مؤيدا، اللهم انصرهم في فلسطين وفي بلاد الشام وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن احتلال الغاصبين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم فرج الهم عن المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد المصطفى المختار. اللهم صل عليه ما زخرت النجوم وتلاحمت الغيوم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.